فريق الكاراتي دو بمدرسة أشبال أم الصطيف الناحية العسكرية الخامسة، جاهز لإلقاء العرض. تنفيذا لمخطط الانتصار للجيش الوطني الشعبي لسنة 2023-2024، نظمت مدرسة أشبال أم بسطيل أياما إعلامية لفائدة الجمهور بالمركز الإعلامي الجهوي بقسنطينة. أشرف على هذا النشاط الاتصالي السيد اللواء قائد الجو بالناحية العسكرية الخامسة، ليتم بعدها عرض شريط وثائقي حول يوميات الأشبال بالمدرسة، لتشهد هذه الأيام مجموعة من العروض والورشات تم التعريف من خلالها بمختلف الوسائل البيداغوجية والمرافق الحيوية والإمكانيات الضرورية المتوفرة للشبلات والأشبال. وفي الأخير تم تقديم عرض رياضي أبان على القدرات البدنية الهائلة للشبلات والأشبال.